ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا بقى الخضار بدا يدخل في التسويه، هوريكم شكل الكسكسي انا رفعته تماما عشان تعرفوا، بس هو ما بياخدش وقت، الجاهز ما بياخدش وقت. بصوا لونه، الريحه جميله، اديناله بقى طعم السمنه الحلوه اللي شوحناه فيها في الاول وخليناه يعني يتطعم بيها كده وتغلفه حلو علشان يبقى مفلفل وجميل زي ما حضراتكم شايفين كده. الله 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 الله. طبعا هخليه دلوقتي وبعدين هبدا اما اجي اغرفه هقدم الطبق بتاعنا مع الخضار. دلوقتي بقى هنقدم او هنعمل وصفه لطيفه وسهله ممكن تتعمل للناس اللي بتحب الايه التغيير. هنعمل كب البسبوسه بالقشطه. عارفين قوالب الكب كيك اللي بنعمل فيها الكب كيكس؟ هنعمل فيها بس البسبوسه. تعال نقول المقادير وهتبقى لطيفه، بتبقى ماسكه نفسها كده وحلوه، حاجه بين الكيك والبسبوسه لكن حلوه. للناس اللي بتحب ساعات الكيكس اللي بتبقى مسقيه بالشربات وفيها نسبه سميد، تعالوا كده نشوف اخبار الايه المقادير ايه. عندي 3 كوبايات من السميد، كوبايه من السكر، كوبايتين من الزبادي، ربع كوبايه من السمنه، معلقه فانيليا، وربع كوبايه جوز هند، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقتين كبار من الطحينه للدهنه او سمنه اللي يريح حضراتكم، طحينه خام طبعا اكيد يعني. الحشو عندي نص كوبايه من القشطه، قشطه علب او قشطه بلدي اللي يريح حضراتكم. التزيين اللوز والتقديم طبعا عندي كوبايه ونص من الشربات على كميه القوالب اللي انا هعملها. طيب هبدا اول حاجه هاخد كده الجلافز وهنبدا نشتغل على الايه المقادير. انا هنا عايزه ادوب بس السمنه شويه، خليني ايه ادوب السمنه. كده بسم الله، ربع كوبايه، انا مش كتير يعني، ممكن احطها كده لو هي لينه عادي، بس انا عشان مش عايزه اضرب كتير في السميد. ليه؟ لاني بعزز كميه الجلوتين فيه فبخليها تعمل عرق فبتبقى ناشفه شويه، انا مش عاوزه كده، انا عايزه اسهل على نفسي. تمام، هحط بس تبقى مذابه وليست ساخنه. طيب هناخد بقى اول كميه كاللي احنا بنعمله متعودين عليه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد السميد هنا 3 كوبايات، هحط عليهم الزبادي. تعالوا نقلب بقى تقليبه حلوه كده بالايه بالشوكة والملعقة. هاخد كده الشوكة بس باليمين، ندخل كده نسبة الزبادي، بصوا كده، و كده شايفين. هحط معاهم سكر، طريقة مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها في البسبوسة العادية، وهضيف السمن المذاب. هقفل بس النار وهنقلب خلط كده. ربع كوباية صغيرة من الجوز الهند، مش كتير، تطعيمه، رشة البيكنج صودا، بيكنج باودر، فانيلا، هنقلب. خليني بقى ايه اخلطها كده بالايد زي ما حضراتكم شايفين كده، هتبقى جامده شويه مفيش اي مشكله خالص، تستغربوش، هي احنا اتفقنا مش قوام البسبوسه اللي احنا عارفينه. هاخد شويه مسن عاديه جدا، شويه صغيرين من الميه، اخف الخليط بس. بصوا كده شايفين اهي، خلاص. وبعدين هجيب القالب بتاعي اهو، عايزه القوام ده بس لا اكثر ولا اقل اهي،
القوام ده. شايفين حضراتكم؟ كل نقطة مية كمان بس كده، حاجة بسيطة قوي. وهبدأ أهو آخد القالب بتاعي بتاع الكب كيك وأدهنه سواء سمنة أو طحينة زي ما حضراتكم تحبوا. أهو آدي الطحينة الخام. أيوة صح، آدي مسحة كده خفيفة حلوة في كل القوالب، طحينة خام مش مضاف لها أي حاجة كده علشان هي بتمنع الالتصاق كده، ما يبقاش محتاجين. ممكن سمن، ممكن سمن. بصوا الجمال، بحب احطه من فوق لو عليت شويه. شايفين كده حاجه بسيطه قوي، اثرش في الطعم ولا حاجه كده اهو، عشان لو عليت. وانا هعمل كالاتي، هاخد من المعيار الحلو ده هنا كده نص بس القالب الاول مش كتير، هملأ انصاص لا البسبوسه تقيله على ورق الكب كيك، فالافضل ان احنا نعملها في القالب دايركت عشان تطلع حلوه، وهتطلع جميله برضو. الكميه دي تعمل كميه حلوه من الكبس دول. الفكره زي ما قلت لحضراتكم هي مش الطريقة المعتادة للبسبوسة الطبيعية، طريقة الكب مختلفة خالص. اللي احنا عايزين نعملها شبه الكب كيك، هي حاجة ما بين البسبوسة والكيك. اه طبعا هنحشي قشطة، هنحشي قشطة كده حبة حلوين، سواء قشطة بلدي طبعا، لو في القشطة البلدي تبقى هايلة، لو مش متوفرة هيبقى قشطة علب. طلع كميات حلوة اهو. تعالوا بقى ناخد القشطه، انتوا كنتوا معايا؟ ماشي خلاص انا مصدقاكم. بصوا بقى، ادي القشطه حبه كده في النص، حبه كده، بما انها يعني قوالب صغنونه كده واخده تان اهي. شايفين؟ مين اللي قاعده معاكم في الكنترول دي؟ انا ما عرفتهاش. الناس اللي سافرت كلها الحقيقه راجعين مش عارفينهم، دخلوا علينا الاستوديو مش عارفينهم خالص. التان عمل شغل عالي. لا مش عايزين نقول بقى يا ميار. مش عايزين نقول حصل ايه مع هموسة. طبقة تانية بقى، بصوا كده من البسبوسة بغطي بيها زي ما حضراتكم شايفين كده، ريحة الخضار خلاص، وانا شايفة انه ده كافي عليه قوي. بصوا بقى كده نعمل كده، نشكل بس التشكيلة الحلوة. لسه هنضيف بقى لوز او اي مكسرات، بس طبعا احنا عارفين البسبوسة بيليق معاها قوي الايه، البندق واللوز اكتر حاجة. انا حطيت لها لوزية كده في كل واحدة لطيفة يعني، على انها كده تبقى كده. شايفين كده، نقفل بقى. شايفين الجمال اهو، هو شكله جعان عايز يدخل ياخد جوه البسبوسه، لسه ما استوتش عموما. كده تسلموا حبايبي. شوفوا، شايفين الجمال؟ نعمل بقى ايه؟ الله الله الله، ناخد الحته اللي زادت دي كده. هنعمل بقى الشربات، مقادير الشربات زي ما قلنا، الشربات بيبقى درجة حرارة المطبخ، مش عايزة أضيف أسقعه ولا حاجة، ولا عايزاه سخن قوي يعني،
عايزه دافي، يا دوب كان على النار وبدا يبرد، وبدا يبرد خلاص. هنشوف كده دول كام وهيعملوا معانا كام قالب حلو كده. شايفين الجمال كده كده، باخد كده من الجناب اسهل بس انها تاخد الشير كده كده. اه والله خلاص اهو. عايزين تبينوها من جميع الجوانب. حاضر حاضر اهو، ادي الجمال شايفين بقى. ولسه في باقي، نعمل كام قالب كمان. خلي بصوا بقى الشكل جميل ازاي. نحط بقى لوزاية في كل واحده زي ما انتوا عايزين في كل واحده. بس انا الاول عايزه ايه الحق، بصوا الخضار بقى اتشرب ازاي المرق، بصوا الجمال وماسك نفسه. شايفين شايفين الجمال. تعالوا بقى نقدم الايه الطبق الحلو ده الاول قبل ما ندخل البسبوسه بتاعتنا الفرن. طيب ادي طبقي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نقدم طبق الكسكسي الحلو ده ونرص عليه الخضروات بشكل لطيف. هنخلي بس البسبوسه دي هنا ونحط ده هنا، وايه وناخد كده الكسكسي بسم الله، وناخد ما بياخدش وقت. طيب ناخد كده شويه هنا، بصوا بسم الله شايفين. شايفين الجمال اهو. كده نرص رصه حلوه، طبعا لسه الخضروات بقى زي ما احنا عايزين. مسقيه بقى من الشوربه الحلوه بتاعت الايه الخضار والمرق. طبعا لو عندكم مرق اي حاجه انتوا باقيه عندكم، مرق لحم مرق مفيش اي مشكله. بصوا اهو، تعالوا بقى نرص بقى ايه الخضروات بتاعتنا الحلوه. بصوا الجمال ده بسم الله. بصوا ادي كده رصه الايه الخضار، شايفين الجمال كده بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة الكرفس الصوص حلوة جميلة، جزرات شايفين الجمال. ميرسي والله كده. وطبعا طماطمات ما يمنعش ان احنا نحط كام طماطمية الكرفس ده عبقري 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 في الشوربات وفي السلطات وفي الحركات، الحقيقة يعني يستحق التقدير. دي بصلاية كده هربت، هنجيبها. ممكن اخد بقى ايه بصلاية من هنا كده بسم الله، من البصل كده. وبعدين الصوص ثانية واحدة برضه، سبحان الله التوابل دي لما بتتحمص تحميصة حلوة. أنا شعرة وشمة ريحة الكركم، شمها كويس جدا. خلاص كده كفاية، تعالوا بقى ناخد كده شوية صوص أهو كده مرق هنا على الوش. بصوا بقى، بصوا على الخضار كده شوية بقى من الصوص الحلو ده كده الجمال. لا أنا مش عشان كده حبايبي.
شايفين الحلويات صوص تقيل ازاي، فبيغني عن ان احنا نعمل صوص لمحبي الايه الكسكسي الحادق اللي صوص كده وصلصه. شايفين الجمال؟ بصوا برضو احنا عاملين واحد تاني، بس انا اخر حاجه اسمحوا لي بس ارش رشه بعد اذنكم حمص الشام، ممكن؟ طيب كده بسم الله. الله الله، حمص الشام ده برضو من الحاجات المفيدة. الطبق ده مفيد جدا على فكرة، مفيد بجد، كله خضار والناس الفيجيتيريان هيتبسطوا بيه قوي. بس شيلوا بقى، احنا عاملين زيت زيتون، شايفين؟ شيلوا السمن لو مش عايزين وحطوا مكانه. الله الله الله، يلا. وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم. ده طبق تاني، وده الطبق اللي احنا عملناه. اقلع بس الجلافز وهلبس واحد تاني عشان احط لكم اللوزات، عشان اللوزات ما تاخدش من طعم الايه الحركات. تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد القالب ده هنا وهودي الطبق ده على التقديم، وده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ناخد اللوزات الحلوين دول ونجمل بيهم. بسم الله، ممكن تبقى كده كده، لوزة اتنين تلاتة، حلو كده. كده. ونقدم بقى الكبات دي، لما بتطلع بتبقى جميلة. اولا اول ما بيطلع بنكون زي ما اتفقنا الشربات حطيناه على النار والشربات غلي، وبعد ما بيغلي بحسب 5 دقايق من الغليان، واروح عاملة ايه طافية عليه، تمام. وبعد ما بطفي عليه بسيبه يهدى على النار، بتكون البسبوسه جوه في الفرن، الحراره هنا 180 عادي جدا زي الايه زي الكيكس العاديه خالص. لا هنحط الشربات لما تطلع زي البسبوسه العاديه بالظبط وهي جوه في القوالب، ونسيبها لما تهدى. ودلوقتي بقى نطلع الايه الحركات بتاعتنا كده كده وايه. حلو الكلام. طبعا لو عايزين تحطوا اللوز من غير، بس اللوز ده كسر اللون شويه، انا حبيت احطها بالقش عشان تكسر اللون الايه الابيض. تعالوا بقى ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، حراره 180، مفيش مانع ان انا احط دي الاول هنا تحت، وبعد اول 10 دقائق اطلعها فوق على الرف. وتعالوا بقى اوريكم شكل القوالب. بسم الله، بصوا شايفين شكل القالب وطرية، شايفين الجمال؟ يلا بينا. وادي كبات الايه البسبوسة. هي لطيفة لأنه مختلفة على الشكل التقليدي اللي احنا دايما بنعمله، بس أتمنى يا رب أنها تنول إعجاب طبعا مشاهدينا الكرام. خليني أحط هنا ونحطها في الاستعراض هنا. بسم الله، وإيه ونقول بقى احنا عملنا إيه لكل مشاهدينا اللي لسه منضمين لحلقتنا. تقدروا تتابعونا من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. ليكوا أي أسئلة أي استفسار من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي. النهاردة عملنا طاجن الفراخ بالطريقة اللطيفة الحلوة قوي دي، واتمنى لو كان عندكم الطاجن المغربي هتبقى هتستمتعوا بطعمها بالزيتون والليمون المخلل. عملنا السلطة، السلطة دي جميلة جدا لكل الناس اللي بتحب السلطات بأنواعها وبتحب تنوع فيها وبتحب تخلط الفاكهة مع الخضروات. البرتقال بالكابوتشي مع عين الجمل مع دريسنج مميز، وعملنا كمان الكسكسي الحادق مع الخضار بشكل لطيف، وسقيناه بالمرق بتاع الخضار بعد ما غلي الخضار، وعملنا له كده وصفه خفيفه وبسيطه، واستخدمنا الكسكسي الجاهز. اتمنى يا رب يكون يعني نال اعجابكم. وعملنا البسبوسه القمر دي، الكب بسبوسه، اتمنى يا رب تستمتعوا بيها انتوا واطفالكم واسركم وضيوفكم، هتتبسطوا بيها قوي. اللي عايز بقى يضيف عليها من فوق قشطه بجد وتتاكل كده هيستمتع بيها جدا. اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده يعني تكون نالت اعجاب حضراتكم.
بسيطه وسهله لكل من حب يجرب الوصفات دي يبعت لي. اتمنى اكون قدرت اوصلها بطريقه بسيطه وسهله. ان شاء الله انتظر تطبيقات حضراتكم من خلال الصفحه الشخصيه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا. الحلقه جديده، على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.